لرواتب موظفي الدولة مدرجا على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، لكنه أدرج لاحقا نتيجة مطالبة عدد من النواب ليجد المشروع توافقا عليه من قبل الكتل عندما عرض للتصويت. سينصف شريحة كبيرة من الموظفين من حملة الشهادات العليا أثناء الخدمة الوظيفية، وكما سينصف أيضا حملة الشهادات العليا من الدكتوراه والماجستير عند تعيينهم لأول مرة، إذ يعين حامل شهادة الدكتوراه بالدرجة الثالثة بدلا من الدرجة السابعة في القانون السابق. التعديل الرابع على قانون انتخابات مجالس المحافظات كان معدا للتصويت، إلا أن هيئة الرئاسة قررت تأجيله للأسبوع المقبل، فبعد الخلاف الدائر بين الكتل النيابية الكبيرة والصغيرة على آلية احتساب الأصوات الانتخابية، دخلت مفوضية الانتخابات على الخط عندما أعلمت البرلمان عدم استطاعتها إجراء انتخابات الأقضية والنواحي والاكتفاء بانتخابات مجالس المحافظات فحسب. لا يوجد إحصاء حقيقي للأقضية والنواحي ولا تحديد في بعض المناطق المختلف عليها بين المحافظات وبين الإقليم، إذن هذا الموضوع سيبقى تجرى انتخابات مجالس المحافظات وتؤجل الأقضية والنواحي، وفي هذا هدر للمال وهدر للجهد. وبناء على طلب من اللجنة القانونية، فإن هيئة الرئاسة قررت تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى بعد أن كان المجلس على مسافة قريبة من إقرارهما، لترفع الجلسة بعدها إلى يوم الثلاثاء المقبل. علي جواد، السومرية.